رح نحكي اليوم عن استخدامات الليزر اللي انتشر في السنوات الأخيرة بكل التخصصات الطبية، ولكن صار انتشر بشكل أكبر إزالة الليزر، إزالة الشعر الزائد عند النساء. لكن اليوم مع زيادة أو ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء، هون اختلط، ما عاد في فائدة من الليزر. يمكن كثير من السيدات بيلجأوا للليزر بدون ما يعرفوا المشكلة الأساسية بإزالة الشعر، فجأة بيطلع عندهم شعر بمناطق مختلفة، لكن ما بيكونوا بيعرفوا، بيروحوا بيحطوا مبالغ وبيتكلفوا على جلسات ليزر بدون ما يكونوا عم يعرفوا السبب الأساسي. لكن اليوم رح نحكي مفصلاً عن هذا الموضوع وعلاقة جلسات الليزر بارتفاع الهرمونات وخربطة الهرمونات. رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي أمراض اختصاصي نسائية وعلاجة العقم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا. يا صباح الفل، يا هلا. صباح الخير، يا صباح النور، أهلا وسهلا. يا هلا فيكم، يا هلا فيكم. كيفك لليوم؟ كتير يوم جميل، طقس حلو، رائع رائع رائع. أنا اشتقت لمحطتكم كتير كتير ولمشاهدينا. رحنا اشتقنا لك. والشام الجميلة يلي ما فينا غير نعيش حالة إدمان، يعني عشق لدرجة الإدمان. إذا بتسمحوا لي بس بالبداية، مرتفع عندك هرمون العشق للشام اليوم دكتور. جدا جدا جدا، أنا عاشق للشتي. فبس بدي أقول كم معلومة هيك صغيرة عن الشام. انه نتخيل انه اول جامعه بكل الدول العربيه هي كانت جامعه دمشق عام 1919. كليه الطب يلي كانت جزء من الجامعه كان اسمها قبل الجمعيه الطبيه التاسيسيه عام 1895، يمكن ما كان في غيرها بكل الوطن العربي. الشغله الثانيه طبعا قناتكم جميله وانيقه، وحضرتكم كمان مثل كل بنات دكتور. سوريا انيقات. ب 1950 كانت سوريا هي عاصمة الأناقة بالعالم. الشام عاصمة الأناقة. الله يحمي سوريا ويحمي آمين. الشام. آمين. الله يحمي الشام ويحمي كل سوريا الحبيبة. نورت صباحنا دكتور اليوم، شكرا هيك لهالمفتاح. خلينا نقول فقرتنا لليوم، اليوم الطقس بيفرض حاله. أكيد أكيد، بيرفع المزاج. أهلا وسهلا حكيم. اليوم عم نحكي عن موضوع جدا شائع وهي الشعرانية عند النساء، ودائما بصير تخبط، هل هي مشكلة جمالية أم هي مشكلة هرمونية؟ فهيك اليوم أكيد الجواب عند حضرتك. سيدتي لألك شغلة، خلينا نعتبرها هي هلا بس لنوصل للأسباب، بس نبدأ من الأصل انه لا، هي مشكله جماليه، لانه البنت السوريه او السيده السوريه تصنيف الثالث بالعالم من حيث الجمال، فما حق اذا بنعتبرها مشكله جماليه. هي من جهه، ومن جهه ثانيه اذا كان في عنا مشكله غديه، اذا بهي النقطه الطبيب كثير بده يتعامل بحس مرهف وتفهم عالي المستوى لاحاسيس البنت او السيده يلي عندها هي المشكله. طيب هلا نجي منقول بقى الشعرانيه. الشعر اللي هو بنعرف انه موجود عند كل البشر، صبيان وبنات وبعدين شباب وفتيات بلا بلا بلا، موجود فيه شعر. طيب هلا اللي بيصير هو التالي، انا رح افترض انه انا كرجل في رقم 100 جرام هرمونات، بيكون 70 جرام هرمونات مذكره و30 جرام هرمونات مؤنثه، هيك الطبيعي. طيب كأنثى موجوده بيكون العكس، عندها 100 جرام هرمونات وبقول هو رقم، بيكون عندها 70 جرام هرمونات مؤنثة و30 جرام هرمونات مذكرة. طيب اوكي، هلا اي خلل ولو كان بسيط جدا، يعني اذا صارت 69 ب 31 ببلش يصير في خلل بكلا الاتجاهين. فاذا هو هون الانثى بهذا الموضوع فعلا الميزان بالقياس تبعها هو ميزان الذهب، تمام. فلذلك هلا نجي بنشوف انه شو المشكله اللي ممكن تكون عندها. لما بدنا ندخل بالاسباب، اولا في شويه شعرانيه مرتبطه بالوراثه، كيف عائلتها هي، يعني كيف اخذ مورثاتها من ابوها ومن امها ومن بقيه العائله طبعا. فبنلاقي في عندهم شويه شعرانيه، هي طبيعيه بتكون، هي بالمورثات بدون سبب مرضي، بدون سبب مرضي. هي اللي ممكن تستفيد مثل ما ذكرتي حضرتك سيدتي بالمقدمه، انه من ناحيه المعالجات يلي منها الليزر. اوكي تمام. طيب هلا هذا الجزء بيستفيد دغري على الليزر، بس ما فيهم يعرفوا هن انه هو فقط لانه هي هيك ربنا خالقها بالمورثات تبعيتها. هلا اذا بدنا نرجع لمفهوم الشعرانيه يلي هو منقول انه ظهور اشعار باماكن غير مالوفه عند الانثى، هي وحده. المفهوم الثاني انه
بالأماكن المألوفة بس صار في ثلاث صفات مختلفة للأشعار يلي هي سرعة النمو رقم واحد، اثنين قوام الشعرة صارت ميالة للقساوة، اصطباغ الشعرة باللون صارت أغمق. أوكي؟ فلذلك لما نحن كأطباء منعالج موضوع الشعرانية، فبزيارة المريضة لما نحط لها خطة المعالجة بزيارة المريضة منركز معها على أنه هتلت مواصفات هاي، انه شو لمست فرق. تمام. وهون حب رح لكم على السر بيني وبينكم بس اوكي. انه لما نسال المريضه ومنلاقي انه في عندها وحده من هالثلاثه، هنا ان شاء الله ثلاثه سوا طبعا، بس وحده من هالثلاثه لقيت في فرق كتير كبير، تعي نركز عليها ونرفع من معنوياتها اكثر، بيساعدنا ببقيه الصفتين الثانيه. فاذا المواصفات الثلاثه هدول هن اللي نحن بدنا نشوف شو السبب يلي ظهروا منه، سواء بأشعار بمناطق غير مألوفة أو بأشعار بمناطق مألوفة واختلفت هالصفات الثلاثة فيها هاي. فهون بده يكون القرار كتير حكيم وبده دراسة الحكاية. تمام دكتور، لكن اليوم كيف السيدة أو الصبية بدها تعرف أنه هي عندها خربطة بالهرمونات؟ هل في اضطرابات معينة ممكن تظهر؟ لقلك شغلة سيدتي، هلأ الشعرانية غير المرتبطة بالوراثة، هي الشعرانية بيكون غالباً مرتبطة بمشكلة هرمونية وبالتالي مشكلة مبيضية. أوكي؟ طيب، هي لحسن الحظ بأغلب الحالات، إلا ببعض الحالات النادرة بس يجب استقصائها، يلي بتكون مرتبطة بأحد الأورام يلي موجودة على غدة الكظر، يلي غدة الكظر هي فوق الكلية، فوق كل كلية في غدة كظر، هي بتكون مشكلة ورمية ولحسن الحظ نادرة جداً بس يجب استقصائها، وبخاصة بحالات الشعرانية الشديدة والسريعة اللي ظهرت لازم نشوفها. ببقية الحالات غالبا بتكون مرتبطة بشيء اسمه سوء وظيفة بعمل المبيض. سوء وظيفة بعمل المبيض معناته نحن عم نحكي غالبا عن شيء اسمه تكيس المبايض أو مبيض متعدد الأكياس أو شو التسمية الثالثة يعني العامية نسيتها، بس انه هي اللي تسميه بالانجليزي الى البوليسيستيك اوفري سيندروم، ومبيض متلازمه المبيض متعدد الاكياس، وهو ليس مرض. يعني خلينا سوء وظيفه بعمل المبيض. هلا سوء وظيفه بعمل المبيض قد يرتبط هون بهالحاله بخلل هرموني، باعتبار انه المبيضين عضوين انتهائيين بالمحور الغدي. عندنا الغده بالدماغ والغده النخاميه والدرق والكظر، وبعدين المبيضين، ومرتبطه كمان بحاله الشحم الموجوده عن جسم الانثى. فنحن بهالحاله هي بدنا ندرس المحور الغدي، قد نجد انه ما عندنا ولا خلل باي غده فيهم، يعني كل غده عم تفرز هرموناتها صح، ولكن ما عم بيقوموا مع بعضهم كتيم كفريق بوظيفتهم صح. فإذا ليس هو مرض وإنما هو عبارة عن خلل وظيفي. منلاقي كتير ارتباط، حوالي تلتين الحالات منلاقي في ارتباط بين الشعرانية وبين البي سي او أو تكيس المبايض. طب دكتور، في كتير من الصبايا بيكون عندهم هي الحالة ما بينتبهوا لها أو ما بتبين هي، ما لها أعراض معينة، بيروحوا لاستخدام جلسات الليزر صار عندهم شعر زايد بأماكن مختلفة، كان السبب هو هذا بس ما اكتشفوا هذا الشيء لوقت متأخر، يعني هو ما له أي أعراض تكيس المبايض؟ أها، هون تكيس المبايض قولي هذا بدو حلقة لحاله، بس رح نمر عليها مرور سريع. تكيس المبايض ممكن تكون أعراضه من أقصى اليمين لأقصى اليسار، بمعنى أنه قد يكون أعراضه بسيطة بس البنت اللي يعني بتنتبه بتشعر في شيء لما بيتلازم مع الشعرانية، معناته في مشكلة. هالأعراض البسيطة، في عنا أعراض بتكون قوية، سواء انقطاع الطمس بتغيبها كل 3-4 شهور وتجيها مرة، أو عسرة طمث بتصير عندها، أوقات بصير في عندها اختلاف مواصفات البيريد الدورة الشهرية اللي عندها، بصير أوقات كمان في عندها تترافق مع الأكنية مع العد أو حب الشباب يلي بيظهر معها، غير الحبة اللي بتطلع وقت الدورة عند غالبية البنات أو السيدات يلي بيسموها حبة الدورة. أوكي، هي شيء، وهداك لما بيطلع الأكنية حب الشباب يلي أغلبه بيطلع على الوجه والجبهة وممكن يوصل للزنار الكتفي يعني على الكتاف والرقبة من وراء. فلما بتترافق هي الأعراض، مو شرط كلها طبعا، واحدة منها أو تنتين منها أو كلها مع الشعرانية، لا لازم تنتبه وقتها إنه في عندها مشكلة.
حتى قد يكون مجرد المشكلة الموجودة عندها أنه هي غير انقطاع الطمس صارت أوقات تجيها الدورة مرتين ثلاثة بالشهر، فإذا معناته في عندها مشكلة تراجع فيها الدكتور. بهالحالة هو بيعمل الدراسة المطلوبة للمحور الغدي مع الألتراساوند مع الإيكو، بيتم تشخيص الحالة. وهون بدي أقول نقطة مهمة كتير، أرجو الانتباه، ما تبدأ بالمعالجة باعتبار موضوعنا عن الليزر، ما تبدأ بالمعالجة بالليزر إلا بعد إذا كان في خلل موجود مثل ما حكينا مرضي، إنه تعالج الحالة المرضية لتأخذ أقصى استفادة من جلسات الليزر وبأقل يعني أقل وقت وأقل كلفة ممكنة، والأهم أقل آثار جانبية. لأنه بدي أقول معلومة هلأ، إنه أجهزة الليزر، هو معروف الليزر إنه هو طاقة ضوئية كتير بيتم تحويلها لطاقة حرارية بتحرق بصلة الشعرة لما بيتم تسليطها عليها لبصلة الشعرة. المعلومة المهمة هون إنه إذا بيكون مانو الموضوع مدروس صح ومانو بيد اختصاصي صح، إنه ممكن تكون إذا كمية الليزر أضعف يعني أضعف من المطلوب، بالعكس بتعطي مفعول بتنشط تماما. ودي عم نقع بهي الاخطاء حكيم، الحقيقه كثير عم نشوفها، يعني عم نشوف اخصائيين بصفه اخصائي ولكن هو تدرب على ايد كادر ودرب بالناس يعني، ودائما بنحذر من هاي القصه. اكيد اكيد. ذكرت بعض الاسباب، ودائما البدانه متهمه انه فيها عندي هرمون، احيانا بيكون طبيعه جسم الانسان هو بدين نظام حياته شره الاكل، يعني خلص هو حدا ما دخل الهرمونات فدائما متهمه يعني. نعم. اليوم البدانه لها علاقه بموضوع ايضا الشعر الزائد عند شكرا سيدتي على السؤال. السبب انه البدانه طبعا لها دور بهذا الموضوع. السبب نحن انه النسيج الشحمي الزايد اللي مانو مطلوب، ومو بس الشحم يلي موجود بالكرش وهيك، لا حتى كمان الشحوم الموجوده جوا البطن جوا الحوض والاحشاء يعني مخبيين جوا هدول طبعا. هذا النسيج الشحمي خلينا نشبهه بالشكل التالي، هو خط انتاج بمصنع، خط انتاج اضافي غير مرغوب به للهرمون المذكر. مثل ما حكينا كل انثى فيها شويه هرمونات مذكره، هون بيصير في عنا خط انتاج اضافي للهرمون المذكر غير مرغوب به. فلذلك بتلاقي انه بعلاج هي الحالات وحتى من المرتبط بالبي سي او بمتعدد الاكياس، قد يكون العلاج نون هرمونال نيفر، يعني ما بنعطي اي دواء هرموني، فقط بنعطي شويه ادويه يلي بتضبط لها وزنها بتنزل لها وزنها، يلي بيسموها الناس خافضات السكر وبيخافوا منها كثير بالمناسبه. وخليني نوه لها شائعه جدا حكيم. نعم شائعه بس كثير ناس بيخافوا منها لانه الراي شائع كمان، وحسب ما بيقروا على الفيسبوك وهذا اللي يعني في فاينه منظم السكر، في فاينه كثير هو طبعا هو منظم للسكر، بس هو مو لانه مريضه سكر. والنقطه اللي بدي اقولها هلا، خوفهم انه دكتور بكره على المستقبل بيعمل معي سكري داء سكري، بنقول لهم لك لا يا جماعه طولوا بالكم من الموضوع، بالعكس تماما. لما بيكون في عنا مشكلة مثل ما قلنا تكيس مبايض مزمن، لأنه تكيس المبايض لما بترافق مع الشعرانية مثل ما قلنا ثلثين حالات بترافق، تكيس المبايض هو تعبير عن شيء اسمه حالة لا إباضة، يعني الدورة الشهرية عم تجي تمام، وفي عنا طور اسمه استروجين بده يجي بأول نص الدورة الشهرية عفوا بنصها بده يطلع حادث الإباضة، بطلع بويضة بعدين بتجي الطور الثاني، هون بصير في عنا حادثة لا إباضة مزمنة. هي حادثة لا إباضة مزمنة تأثيرها على المدى الطويل كتير سيء، بما فيهم أنه ممكن يصير عنده داء سكري إذا أزمنت الحالة كتير وما تم تشخيصها وبالتالي لم يتم. طب هذه الأدوية بتتاخد بشكل عشوائي حكيم دون وصفة؟ No. لا 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 لا، بيكون الطبيب بيعرف قديش سكر، يعني في منهم طيب عندهم مثلا هبوط سكر، في ناس كتير سابق. أنا بعرفها بتاخدهم وصفة لحالهم يعني من الصيدلية غلط غلط، لأنه خصوصا في منظم السكر، منظم السكر هو عم نحكي عنه عيار 1500 بياخذوا وفي منهم بيروحوا فورا العيار الألف يعني، مو حتى ما بهيئوا هذا الجسم انه انا لا لا، وبيطلعوا بالعالي وبتلاقي انه عنده فحص داخل وبتروح على شغلة ما في يعني ما بنشوف هيك ممارسات خاطئه نتيجه اراء خاطئه موجوده، لانه في لدرجه مثلا انه الاسبوع الماضي احد مريضاتي قالت لي دكتور كان عندي مناسبه صرت اخذ كل يوم اربع حبات عيار ألف
قلت لي يعني وصلتي للمناسبة قدراني تسهري وقدراني يعني تقومي بترقصي ما في مجال يعني لأنه واصلة منهكة تماما. يعمل هبوط سكر قوي بالجسم إذا كان جرعات كبيرة. فلذلك منقول يفضل يتاخذ مثلا مع نص تفاحة أو بنص وجبة خفيفة مو وجبة لأنه في منهم إنه خديها مع وجبة بتقوم تجيب وجبة هالقد بتزيد وزنها. فلا من إلا مثلا مع نص تفاحة مع نص موزة بس مشان ما يصير في عندها هبوط سكر والدكتور بيحط الجرعة المناسبة وبعدين بيلاقي كيف الريسبونس تبع الاستجابة تبعيتها ممكن يرفع الجرعة بالتدريج فبتاخد نتائج جدا هامة يعني بمعنى أنه التخبيص بهذا الموضوع قد يكون مؤذي بشدة. تماما دكتور باعتبار يعني ذكرت حضرتك أنه تكيس المبايض هو سبب لكثير مشاكل للسيدات وللصبايا كمان ممكن له سبب محدد لظهور هذا التكيس؟ طيب فيني أقول إيدي على كتفكم إذا بتعرفوا سبب تكيس المبايض تقولوا لنا عليه لأن الحقيقة ما في له سبب لا سبب واضح وبرجع أقوله هو ما هو مرض لنلاقي سبب واضح هو سوء وظيفة منقول قد يكون تشكيلة المبيض التشريحية والنسجية هي اللي بتلعب دور بهي القصة بمعنى أنه البويضة بتتشكل بمركز المبيض رح نعتبر هذا المبيض بتتشكل بمركز المبيض هون وبتطلع شوي بشوي وهي عم تنضج تكبر لتوصل لسطح المبيض وبتنقف بسلقها البق هلأ هي لسبب ما انه عم تكبر شوي وبتوصل لسطح المبيض وما بتقدر تطلع برا المبيض فبتجمع هون على الدائر تبعه من جوا الدورة اللي بعدها نفس الشيء الدورة بتلاقي صار هيك مثل عقد اللولو هيك كيسات صغار داير المبيض خانقة وظيفة المبيض يلي هي البويضة اللي لازم تطلع منتصف الدورة الشهرية فحقيقة ما بنعرف سببه أبدا سوء وظيفة بس تدبيره جدا سهل وخليني نوه للشغلة إذا بتسمحوا لي إنه كتير بنات ما بيروحوا لعند الطبيب ما إذا عندها بي سي أو تكيس مبايض بياخدوها بالسر الحكاية وهيك إنه لأنه هي دغري تتهم إنه بكرة ما بتجيب أولاد إنه بيعقم رح يكون معها منقول لهم 99% اللي عندهم تكيس مبايض رح يجيبوا عر أولاد روقوا عليهم وتعالوا صحيح خاصة وقت بشوفوا حرماني على الحمل يعني دغري بتقول لك إنه أنا ما فيني آخذه خاف يعني هاي القصص شائعة اليوم هي مهمتكم دكتور تضلوا تكتروا من هدول المعلومات لا الحقيقة مو مهمتنا بس مهمتكم أنتوا بالأساس مهمتكم أنتوا بالأساس طيب دكتور كونه اليوم عم نحكي عن الناحية الجمالية والناحية الطبية ذكرنا أسباب الهرمون ولكن اليوم الموجة راح على الليزر يعني بكل شيء اليوم في بعض الأدوية ممكن تاخذها الصبية تفشل نتائج الليزر مثلا تفشل نتائج الليزر هي أدوية بسيطة موجودة بالمجمل هو الليزر قليل الأدوية اللي ممكن تأثر على نتائجه بشكل ملموس لأنه الليزر هو ما بيتجاوز الأدمة بالجلد يعني 1-2 ميلي وأكثر فيعني الأدوية تأثيرها حديد. بسيط الحديد نوعا ما ممكن يأثر يس الحديد بأثر فلذلك أنه لما بدأ تعرف أنه إمتى مواعيد جلسة الليزر وإمتى بدأ تأخذ الحديد خلي هيك الدكتور هو اللي يضبط له هي الأمور يصلح له الحديد وهو عم يعالجها يعبي له مخازن الحديد عندها بجسمها ترجع لنشاطها لقوتها لما ترجع لنشاطها فيها ترجع تنزل وزنها شوي بدل ما كانت تعمل جلسة الليزر انه تاخذ مثلا منطقة السوالف حوالي 10-12 سنتي وبدها 20-30 جلسة ما بعرف قديش بياخذوا فيها لا بيصفى بعدين فقط 2-3 سنتي بخمسة جلسات تطلع خالصة لأنه قدي معي وقت بقيان مشان بدي أوضح نقطة تفضل في عنا شغلة مهمة جدا نحنا أنه الشعرانية هي الشعر بالجسم ثلاث أنواع شعر جنيني أو زغبي وعندنا الشعر بطور التحول للشعر الناضج والشعر الناضج فنحنا إذا خلصنا بالمعالجة من الشعر الوبر أو الجنيني والشعر يلي تقريبا رايح بطور النضج بيصفى علينا هالكم شعره يلي هن ناضجين هدول بنلجأ لهم للليزر اوفر اقل اثار جانبيه واقل يعني تعب للمريضه تمام. فلذلك هون هي الخطه مين بده يحطها بده يحطها الدكتور عدا عن العقابيل اللاحقه البعيده الامد مثل ما قلنا مرتبط بالبي سي او البي سي او مرتبط بشيء اسمه لا اباضه طيب ما بصير هي حاله اي مكان شعراني ما بصير يعني تضل البنت او الست عم تعاني من مشاكل اللا إباضة المزمنة مثل ما حكينا أعراض اضطراب الدورة وعسرة الطمس بلا 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 أنه طيب تعاني منا ونحن تاركين القصة لا 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 أبدا بس يتم تدبيرها بشكل جيد
مو بيرجعوا، هن كانوا بناتنا السوريات من احلى بنات العالم، رح يصيروا احلى واحلى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دكتور. دائما نحن بنقول الوقايه هي اهم، ودائما انه الصبيه كل ست شهور تعمل هيك تشيك لتحليل الهرمون، يمكن بتختصر مسافه كثير كبيره من العلاج. نتائج عاليه بتاخذ. نورت صباحنا حكيم لليوم، وشكرا لك للاطلاله الحلوه لكل المعلومات اللي ذكرتها. شكرا لك دكتور، ولكل المعلومات اللي قدمتها، واكيد بنتمنى السلامه لكل الصبايا. شكرا لك دكتور.